فلسطين. أني سوني إسرائيل. اليوم أثر على هدوم لهروج لكاد ديم رعنوت خطرانيم لشكر كدي لهيسيج نتس خنوت كثفوت كبشوليهيم أمار كروخ يزرعو في زفتاي كتسلو سفر أشوع بسوكخيت في زاين هترامو كعائل شمكدميم إتها هيرج أفل مربيها تسعار كل هبوليتيكايم شالخيم مدبرايم على الرتسخ أتيم مدبرايم على الشلوم بزمان شاتيم كوفيم كل ميني هدوكي بشتخيم هكفوشيم أتيم كرئيم لا تصدق أفل أتيم بيميت ماكور هافل فهرشعوت عم براكتيكوت هديكوي شيل همشتارة إما تيم أخين روتسيم شالوم على هممشالة شيل أخيم لسيم إت هكي بوش لهخزير إت هتكفى لعتصور إت معجال هديميم في لخصوم إت هايمين لهات سوني لهاكت سوني همو تراب شوفيل أتخيم لزازيل. ترقو ايت هاتمونيت هائلي ترقو ايت هاتمونوت هائلي ترقوئت هتمنوت 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 هائلي ترقوئت هتيرور شلخي ترقوئت هتيرور شلخي أنا أمير لإسرائيل أتم قوة كوفيش أل تسخكو بايش إما تمخوم إما تمخين روتسيم شلو على هم شلا شلخيم لا سيم إت هكبوش لا هغزير إت هتكفى لحد صورة معجال هدمم في الخصوم اتهايا من
لهكتسوني هامتراف شوفل أتخيم لززل. إسرائيل واحدة من أسوأ دول العالم ومن أسوأ الأنظمة في العالم. هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل أرض مش أرضها. هي الدولة الوحيدة في العالم اللي قامت على أرض مش أرضها. هي الدولة الوحيدة في العالم اللي فوق أي مؤسسة في العالم، فوق مجلس الأمن وفوق الأمم المتحدة وفوق أي مؤسسة أنتوا تتخيلوه. هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحترم قرار. هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتمارس أسوأ أنواع الاضطهاد اللي شفناه ضد حقوق الإنسان. هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتكرم القتلة. هي الدولة بتكرم القتلة. تبص لقوا الواد قتل في الأردن، راح رئيس الوزراء بيقابله وعامل احتفال بيه لأنه قتل. الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم على السلاح والقتل والدم، هي دي إسرائيل. أيا كان بقى إن أنتوا بتحاولوا في بعض الدول العربية بتشتغل معاهم، في بعض الدول العربية من تحت لتحت، في بعض الدول العربية بتتقيد ببعض الأمور، في بعض الدول العربية عاملة اتفاقيات، في بعض الدول العربية أيا كان، لكن في النهاية أنت عندك دولة للأسف فوق القانون، مفيش أي رادع ليها حتى الآن. واللي بيحصل في فلسطين أنا أتخيل أكبر بكتير مما نتخيل. اللي بيحصل في فلسطين ليس مجرد منع ناس من دخول المسجد الأقصى، ولا منع ناس من أداء الصلوات، ولا منع ناس من أداء المناسك، لا، ده هو إبراز لقوة. أنا أكبر منكم، أنا أحسن منكم، أنا أشد منكم، أنا أقوى منكم، أنا محدش يقدر يقول لي لا. في هذا الإطار تعمل إسرائيل. وأيا كان ردنا في هذا الأمر فإحنا للأسف إحنا أضعف بكتير مما نتخيل. النهاردة الجامعة العربية كانت عاملة اجتماع، ما حصلش أي حاجة في الاجتماع، شجب ونجد وندب وتبرير وإحنا عملنا والملك عمل والرئيس عمل وبتاع عمل لكن إحنا كسر. أسوأ وضع عربي شفناه، أسوأ تكاتف عربي شفناه، أسوأ تقارب عربي شفناه. أحيانا في شيء كده، في غصة كده هنا، إن إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ مش عارف، لكن الوضع أسوأ بكتير مما نتخيل. الوضع تاني أسوأ بكتير مما نتخيل. في الختام بقول، في ختام الحتة دي بأكرر جملة قلتها في البداية، أني وهي فلسطين أو فلسطين، أني سوني إسرائيل. واللي يزعل يزعل، واللي يتفلق يتفلق، ما بقتش بقى فرق معانا. الناس في فلسطين بيتعاملوا تعامل مختلف تماما في ظل الوضع العربي المهترئ والوضع المصري الصعب جدا اللي احنا بنعيشه والوضع السعودي الصعب جدا اللي احنا بنعيشه والوضع الفلسطيني الصعب جدا اللي احنا بنعيشه والوضع الامارات الصعب جدا اللي احنا بنعيشه والوضع يعني العربي كده اللي احنا يعني ماشيين فيه. في عندي تقارب غريب جدا بين الناس جوه فلسطين. وللأمانة أنا سألت حد متخصص في هذا الشأن جدا، هو مصر بالذات، باعتبار أن أنا مصري، هو مصر بالذات يعني تخلت عن الوضع الفلسطيني أو القضية الفلسطينية؟ ناخد بالنا بس من المسألة دي. مصر الدولة العربية اللي لها اتفاقيات مع إسرائيل، خلي بالنا من ده، واللي في السبعينات عملت كامب ديفيد ولا آخره، وفي بعض التفاهمات
إلى أن مصر الدولة العربية الوحيدة والأهم اللي تبقى يعني شوكة في ظهر إسرائيل أو في ظهر العدو الإسرائيلي. لو مصر تهدد إسرائيل حتى تحمد ربنا، لو مصر قايمة بالطريقة وبتدافع عن استقرارها وبتدافع عن أمنها وبتدافع عن قوة إرادتها، يبقى ده ضد الدولة الإسرائيلية. فناخد بالنا من المسألة دي كويس جدا 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 جدا. تاني، أني أهيف فلسطين، أني سوني إسرائيل. بعد الفصل.